تستمر فعاليات مهرجان القلعة والوادي الثقافية والفنية والتراثية في اليوم الثاني للمهرجان، حيث زار محافظ حمص مركز نور الوادي لذوي الاحتياجات الخاصة في قرية عين العجوز، حيث قدم الأطفال فقرات فنية، كما تم تكريمهم وتقديم الهدايا. ضمن فعالية مهرجان القلعة والوادي، لأنه الوادي هني من ضمن نسيج المجتمع اللي هو موجود، وكويس نحن نساعدهم مشان نحط إيدنا بإيدهم ونقول لهم نحن موجودين معكم، ويكونوا هني دائما بدمج بالمجتمع كمان، لأنه نحن لما منقيمهم ومنقيمهم العزلة تبعيتهم ومنشوف شو في جوانب إيجابية عندهم ومنطلعها منهم، بنكون نحن قدرنا نأهلهم. كما أقيم في ثانوية مرمريتا الخاصة أمسية شعرية للشاعر اللبناني نزار فرانسيس تحت عنوان أطفال ينشدون السلام، وأقيم حفل كورال في كنيسة سيدة الوادي. وتعرض فيها حالة سما بنجم دايم وطاير، الأطفال طلعوا يلعبوا بالنعم نعسوا على الخطر، الرجال لما بيخطبوا بيركعوا جنود القدر، لمع السيف مسلوب ما بيلين، بشمخة علم مرفوع مثل جبين. هيدا شرف لي اني شارك بمهرجان القلعة والوادي لعام 2017 بدعوة كريمة من لجنة المهرجانات وبرعاية سعادة المحافظ سيد المحافظ حمص، وعم بتلاقى بناس بوجوه بحبها بتشبهها وبتشبهني، هالناس الطيبة، هالناس اللي بتحب أرضها، اللي بعدها متمسكة بأرضها وبعد بدها سوريا تبقى وسوريا تكون أفضل. هيدا الكورال بالأناشيد وبالأغاني والمواويل والتأملات اللي طرح على مسامعنا بكل جرأة وبكل عنفوان، بيخبرنا عنوان سوريا اللي جاي، يلي هي راح تكون سوريا كما كانت قلب كل الأحرار في العالم والعروبة والنابض. نحن حبينا نحكي عن الفرح والسلام، أولادنا هون بالكنيسة ما عندهم مشكلة بين إخواتهم وما في ما بيفرقوا بين أي حدا، فهاي الرسالة حبينا نوصلها عن من خلال هاي أمسية وطني اللي قدمناها هون. السنين الجاية نتمنى أن نكون كل سوريا فيها مهرجانات، مو بس عنا بالوادي. يعني شيء كتير جميل بسوريا عودة يعني الروح الحضارية والثقافية لسوريا، وبتمنى دوما بكل سنة المهرجان يضيف شيء جديد. وفي جامعة الأحواش الخاصة قدمت فرقة إحساس للباليه والرقص التعبيري عرضا راقصا، إضافة إلى حفل فني أحياه الفنان إياد حنا بحضور رسمي وجماهيري حاشد. جامعة الأحواش عبر السنين الماضية كانت دائما جزء من جميع أشكال الحراك الثقافي والفكري والاجتماعي اللي صار سواء بمحافظة حمص ولا بسوريا ولا خاصة بالوادي عنا. اليوم ومبارح حسينا حالنا نجوم عم تتألق، لأن سوريا انتصرت، سوريا ما بيلبق لها غير تكون حلوة. أنا كتير مبسوط وسعيد وحاسس بالغبطة أني اجتمع مع أهل الوادي، أهل العراقة والأصالة، هني خير مثال عن أهل سوريا، وسعيد أكتر لأنه هي النسخة الثانية من مهرجان القلعة والوادي أنا مشارك فيها. رح أقدم أعمالي الخاصين 6 أو 7 أغاني، بالإضافة لمجموعة من ألحان فيليمون وهبي، ملحن بركات، وديع الصافي، هاي دول العمالقة الكبار. ها هو نبض سوريا المفعم بالحياة والمحب للسلام ينشر ثقافة الفن العريق الذي لطالما كان حاضرا في ذاكرة السوريين.